السلام عليكم، مازال في الهون. بونسوار تيس امي سبورتيف، امي سبورتيف لا وجيت دونك في مدينه العاصمه الهون اونكور اون فوا. دونك يقلا لا سال دي سي اس بي، لا سال امي سبورت دي سي اس بي دالميزور افيك ليكسبير. بون جو بارل بولا بار اون فاس دو نو. دونك يا القاد العجالي دونك سينيور سونتر تاني سينيور دي بيجون دي مانيس بيسكو بيان فيني دابور اميزور. مرحبا بك في اميزور. واش تقول على هذه اكتيفيتي هذه نتاع ليك نتاع بجايه البارح؟ ستاج نتاع لي كوش، اليوم كان ستاج نتاع لي زونترينور بلوتو لي زاربيتر. واش تقول يعني الكلمه نتاعك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيكم وفي ليك دو بوجي اللي استعدنا لها التربص تقني للتوحيد، توحيد لي كادر على مستوى الولايه وتربص الحكام والمدربين. يعني نشكر الرابطة على المجهود الذي تقوم به وعلى راسها سي كمال عمرو وكل اعضاء المكتب التنفيذي. جيت مع السيد المدير التقني لولاية الجاية مسيو كاكو عبد القادر وسي جماعة اللجنة التقنية تاع الولاية لهذا التربص، والحمد لله التربص هذا نقول نجح 100%. يعني الله يبارك، يعني قريب نشوف الولايات المدربين والحكام يجوا، يعني فوج مور فوج، يعني باش يديروا تربصات. يعني كيكون تربص تاع المدربين ما يحبوش يجيو، يعني يحبوا يشوفوا روحهم، يعني حاجه كبيره. وحنا رانا جينا باش نتعلموا الكره مهما يكون صفه الانسان ايدي لا بور ابراند. عبد القادر عجلي شكون واش يكون؟ الشيخ عجل عبد القادر ابن العاصمه ورياضي، يعني من الصغر عندي 55 سنه في هذه الرياضه، ومن مؤسسين الاتحاد الفيدراليه الجزائر الكاراتي، عضو سابق للمنتخب الوطني، مدرب وطني سابق، خبير دولي الدوره الثامنه من الاتحاد العالمي للكاراتي اي اس كاف انترناسيونال جو دوكا الكاراتي فيدراسيون، ودوك كنت رئيس مدير فرق الوطنيه. وحاليا راني اكسبير على مستوى الفيدرالية الجزائر الكاراتي، وراني او سيرفيس دو لا جوناس اترافير 50 يعني خدمه لهذا الشباب، يصبوا يطور راس الروح تيدو في الروح لمصلحه تاع الرياضه. الله يبارك. جاي كاين 81 80 كلوب هكذا ولا اسوسيسيون تاع سبورتيف تاع كارديدو. نقدر نقول بجايه ولايه اللي فيها بزاف الكاراتي، فرق كاراتي دو من فريق، يعني حاجه تفرح. في نورمال، يعني على مستوى القطر الوطني حوالي يعني حاليا كاين 58 رابطه على مستوى القطر الوطني، وجاي من بكري هي بالسابقين، يعني كانت من احسن الرابطات، من احسن الرابطات على مستوى الوطن. وكانت نقدر نقول لك بالك المرتبه الثانيه كان مور الجزائر العاصمه، ولكن كان شويه فيها تراجع، بالك انا نقول قلت الامكانيات، يعني عندنا لازم يكون الامكانيات ما يمشي بوجي. الحمد لله هي راهي رجعت، وحنا الرابطه تاع الجزائر اللي كانت هي الاولى دوكا راهي بارمي الاخرين، يعني هذا يعني صراحه نقولها. وما يستخدمش الكاراتي وما يستخدم ولادنا، لازم نديروا كل يد في اليد لمصلحه ولادنا لاي رابطه كانت. بجاية دوك راهي الحمد لله، انا نقول دوك عندها حوالي 3 سنين بتتحرك يعني فهمت، نقول ان بوان بوزيتيف، وان شاء الله يكونوا بارمي لي بريمي ان شاء الله من العام الجاي باذن الله. اكيد البارح كاين 42 مدرب نتاع كاراتي دو، نقدروا نقولوا بلي الإجابة كانت يعني كانت في الإجابة تاع المدربين، كان 75 مدرب، يعني شيء جميل بزاف، لأن راهم كما يقولوا سون سواف دابروند، الناس كاع حابة تخدم، وهذه حاجة كبيرة للولاية، لأن شكون راح يفيد هذا المدرب كي يجي يستفاد هنا؟ راح يفيد الباد تاعو في القاعة تاعو، وراح يرفع المستوى على مستوى القاعة تاعو وعلى مستوى الولاية. إن شاء الله ربي يكملوا معنا، ان شاء الله يطمش منهم كلهم، وان شاء الله يخدموا في مصلحه البلاد والعباد. ان شاء الله ان شاء الله. كاكو ماضي فات دو ريسوفوار واحد كيما عبد القادر العجالي كومون
سي فيغور امبليماتيك دي كاراتي دو نتاع الجزائر. واش تقول على الكلمه نتاعك على بسم الله الرحمن الرحيم. دابور جو تيان ريميرسي الديريكتور تاع سي اس بي لي زوت كي ا مي ا ديسبوزيسيون كل ماتيريال نيسيسار pour réussir le stage d'année. Donc, on a jumelé le stage technique d'Amna Al-Barah au stage d'arbitrage d'Amna Al-Yom, de telle sorte où il y a une tafahum. Donc, l'objectif, c'était l'unification du Qatar. Et où il y a la communication juste plus facile entre l'entraîneur et l'arbitre. Donc, alhamdulillah, il y a une tajawab la plupart des entraîneurs et la plupart des arbitres. Ils ont assisté pour les deux stages, pour le stage technique. C'est tout le monde qui est concerné, qui est l'entraîneur, qui est l'arbitre, ou qui est pour le dernier stage d'arbitrage. Même le coach technique, il est concerné. Alhamdulillah, la plupart du temps. En plus de ça, donc, Cheikh Adjal est pendant les stages expérimentaux. خدم البارح خدم تكنيك عندنا دوتر ستاج على بنيان ان شاء الله مي هذاك تاع البارح سبيسيالمون درناه كاطا بيسك لي بريمير كومبيتيسيون اللي راهم جايين سي سبيسياليتي كاطا سي دي شامبيون كاطا اون اورا دوتر ستاج ان شاء الله مي في كوميتي اي دوتر تاعنا ديفلوبي هذيك تاعنا الحمد لله كاين اون بارت كو سوا في زاتر que ce soit les entraîneurs, on a des très très bons entraîneurs comme Jaya, Charakina, ou l'arbitrage, kif kif, on a des arbitres mondiaux, on a des arbitres mondiaux, ou on a des arbitres qui maintenant nationaux, donc, alhamdoulilah, toutes les commissions, on a la patte chez Jaya, ou Hada, puisqu'il y a un travail qui a été fait. La Ligue a mis à notre disposition nécessaire pour qu'il y ait un stage. Et une deuxième fois, je vous remercie le Cheikh Hakim Sahab. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.